واحد السلام عليكم متتبعين قناه الطبخ مع الزابدي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. جمعه مباركه واش ما تمنيتوا ان شاء الله؟ الله يحفظكم ويضمن لكم وييسر اموركم. كنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن او خارج ارض الوطن او حتى الناس اللي ماشي من الوطن، يعني من شي دول عربيه او اجنبيه، مرحبا والف مرحبا. كنشكركم على الكلام الطيب وعلى الكومنتات وعلى التفاعل وعلى الابونيات وعلى الجيمات وعلى كل حاجه كديروها في حقنا او تقولها في حقنا. الله يحفظكم والعقوبه لوليداتكم وبنياتكم. ودائما نعزز العبدي والاعراس العبديه او المغربيه. اليوم ان شاء الله شاءت الاقدار انني غادي نمشي لدوار ولاد العوني او الحنيشات، قرب الدار القيد، دار القيد سي عيسى بن عمر، محسوبين على الجماعه ديال ثلاثاء سي عيسى بالتقسيم، ولكن قراب هما لدار القيد، قراب من تقسيم لدار القيد. ولدنا كبر ولا شاب وزوجناه، وان شاء الله اليوم نهارو وغنعرضوا على الطلبه وغنعرضوا على الجماعه وغنعرضوا على العوام وغنعرضوا على العلايات وعلى الوليدات، وكل شيء فرحان والله يثبت الغرس لمالي العرس ويجعل لهم كل شيء مبارك مزروب. ودائما الطياب هو طياب، ولكن الاسرار اللي كتبدل كل مره كنعطوكم اسرار شكل بحكم منطقتنا وبحكم الوقت. انتم عارفين المغاربه يعني الوقت مضروره، ما يكون في العون ديال الفلاح. وهذه المنطقه عندنا حنا تعتبر منطقه فلاحيه وليست صناعيه بحكم الجفاف اللي يعني استمر المده ديال 4 أو 5 سنوات حاليا، وبحكم ان المنطقه ديال عبد الكريم منطقه فلاحيه والماء قليل عندنا ما فيهاش، وحتى الواد مسدود، الواد اللي جاي فرع من فروع ام الربيع اللي كتستمد منه منطقة عبدة كنقولوا الروح ديالها، حتى هو واقف، الأرض السقوية حتى هي واقفة. الفلاح الله يكون في العون، يعني كنديروا غير الديباناج، كنفرحوا بوليداتنا هاك بالك، كنديروا جهدنا وجهد الله سبحانه وتعالى، وكل واحد كيدير كيمشي على مستواه، كيمشي على جيبه، كيمشي على كنقولوا الجودة كتفرق على الأيام. العرس راه عرس وفايت باش ما عطى الله، ولكن الجودة كتفرق على الأيام. عرس بسيط وكل شيء فرحان، ولا عرس فيه البذخ وكل شيء فقعان. المهم ان شاء الله غادي نوريكم بعض الاسرار وبعض التقنيات وبعض البراتيك الناس تنفعكم. الاخوات اللي يعني كتعيشوا برا وكتمتهنوا الدومين، او الاخوات اللي كتعيشوا في المغرب والاخوان حتى انتم الرجال اللي كتمتهنوا هذا الدومين، كنوريكم التسريع العمليه كيفاش. الا مشيتي روطال او مشيتي مثلا عندك كونتيتي كثير سيرتو الروطال، يعني احنا كطباخه كنحاربوا الوقت، كنصارعوا وكنحاربوا الوقت. فلهذا غادي نعطيكم بعض التقنيات وبعض الاسرار وبعض البراتيك. والاخت اللي قالت لي شحال كتمرق مثلا، شحال من ليترو اللي كدير في الطنجره، ولا اختي انا ما كعرفش ليتروات، غنوريك التقنيه والنيفو فين كنوصل الماء للدجاج. الماء فين خصو يكون بالضبط، وانت عينك ميزانك، طنجرتي ماشي قد طنجرتك، والعدد اللي كنخدم به انا ماشي قد العدد اللي كتخدمي به انت. واش انت كتطيبي فروج ولا جوج ولا ثلاثه، وانا كنطيب 400 و500 و600 و300 و200 طير ديال الدجاج، راه ماشي هي واحد غيطيب فروج، لا غنوريك غير النيفو فين كيوصل والطرق كيفاش كيطيبوا باش تعرفي الدجاج طاب، وعلاش ما تسلش الجلده، وعلاش ما يتشتتش بلا ما تكتفي بلا ما ترطي بلا ما حتى شي حاجه. وتابعونا ان شاء الله والله يجعل كل شيء مبارك مسعود للوليد ولد بو الزعيم. تحيه لبو الزعيم والزوجه الكريمه والابناء الكرام وولاد الدوار كاملين او ولاد المنطقه كاملين، لان هذه المنطقه هي اللي يعني كانت البدايات ديالي، البدايات اول ما بديت طبخ المناسبات بديته في هذا الدوار بالضبط عند في عرس بنت خالتي. من ثم اكتسبت الشهرة بأنني عزيز ولد الحاج محمد بن رباط إراك كيطيب المناسبات، مع أنني ما كنتش أنا طباخ في هذيك طباخة المناسبات المغربية، كنت طباخ في منطقة أخرى في دولة أخرى في هيئة أخر في طبخ أخر في تقاليد أخرى في عادات أخرى ديال ناس أجانب مثلا شرقيين نقولوا هنا الشرقيين. مرحبا بكم، دخلوا معنا والعز بكم.
هنا ان شاء الله وصلنا لدار العرس، والله يثبت الغرس الولد الزعيم ويجعل ليه كلشي بارك مسعود. هنا اللي بغيت نقول لخوتي المغاربه، كي قلت لكم في المقدمه، اول دوار غادي نخدم فيه في حياتي الطبخ في عرس او مناسبه عرس ديال بنت خالتي في هذا الدوار هذا. من هنا بدات الانطلاقه ديال عزيز العبدي. عزيز العبدي انا ذاك كنت عزيز ولد الحاج محمد بن الرباطي بن عبد القادر بن الرباطي. اول دوار وكنت مازال في سن صغير هذيك الساعه، يلاه انا جيت من دخلت المغرب من القنصليه السعوديه، الله يرحم الامير اللي كنت كنشتغل عنده ويطول في عمر الحرم ديالو ويعطيها صحيحتها ويشافيها. جيت هنا زياره لارض الوطن عند الاهل والاحباب، صدقت كان طيب متطوع. تم بديت الشهره ديال عزيز او بدات الانطلاقه ديال عزيز العبدي في ميدان الطبخ المناسبات، والله يجعل كل شيء مبارك مسعود. وهنا تحيه لولاد الحسني وتحيه لولاد الحسني، حتى هما كانوا السباقون في الاستدعاءات ديالي المناسباتهم والاحتفالات ديال وليداتهم وبنياتهم، وكنشكرهم جزيل الشكر ولاد المنطقه ديال عبده ونواحي الدار القيد السعيسه. من ثم بدات الانطلاقه الى ربوع جميع ربوع منطقه عبده او جميع ربوع المملكات المغربيه، اغلب المدن المغربيه خدمت فيهم انا ذاك. ومرحبا والف مرحبا بالجميع. كنت خدام في زاويه سيدي اسماعيل، الله يحفظك الله يبارك فيك. هنا كيف ما كتشاهدوا الدجاجه هوايا ان شاء الله مغسول مقاد، الله يثبت الغرس المال العرس ويجعل لهم كلشي مبارك مسعود. هنا ان شاء الله عندنا 80 ديال الدجاج، 80 ديال الدجاج جابت تقريبا، انا كاتب لهم رابعه رابعه من الحاجه، ها انتم 80 ديال الدجاج ها رابعه، شوفوا واش خليت منها، تقريبا عاشقه ديال الحطان اللي خليت منها رابعه، ها خرق ومعرق، ها انتم ها اللي خليت منها سكين جبير. هنا رابعه ديال السمن، هاد السمن قاصح، هذا قاصح هاد السمن، بحال خديت اكثر من نص فيه، اكثر من نص فيه. هنا المروزيه نص ديال الرابعه، البزار فوق ربع رابعه، وتزدت واحد شويه ديال القرفه بودره، هي نورمالمون العود تكون احسن لكن انا كنزيدها. الحامض مرقد والحامض خضر 80، غادي ندير واحد ربعه الحامضات، اربعه اربعه ربعات الحامضات مرقدات، عندي الحامض غا صغير جابوه، غادي ندير ربعه، وغادي ندير ستة الحامضات خضرات منقيات حيده لي من العلفه وطاحنهم بحال شكل العصير بحال السيترون، صافي كنخدم به. الحامض خضر كيجمع الدجاج وكيحيد الزفوريه وكيعطي واحد البنه اللي هي زوينه، الحامض مرقد كيعطي الملوحيه في الدغميره بعد ما كطيح، فلهذا كنحاول نتفاداه. والحامض كيتشم عطريته مع العطريه كيتشم طيابو كيتشم. والملون درت أربعة صاشيات ديال ضامط زعفران، أربعة أربعة البكيات كل 20 بوحدة، ضروري الخرقوم ملون أو الخرقوم بكية راه حنا كنخدمو به. تقريبا أربعة القبطات ديال ديال المعدنوس، ودرت واحد جوج ديال القزبر، جوج ديال القزبر، صافي إن شاء الله وهانتوما معنا. واليوم راني روطة خسرات من الطوموبيل في الطريق، غادي ندير واحد الخدمة يعني واحد السر من الأسرار غادي نخدم به باش ندرك الوقت. هنا هذا راه هو ولدنا مولاي السلطان، هذا وليدي وخويا وصاحبي وعزيز عليا، وملي جيت انا الحنيشات هنايا ولاد عوني وهاد الدنيا كان طيب، هما غا وليدات صغار وهما تبارك الله كبروا ولاو رجاله ديال بصح، الله يحفظهم ويضمنهم ويكمل عليهم بخير، الله يرضي عليك، الله يفرشك ويغطيك بالرضا، الله يثبت لك الغرس، الله يجعلك الفوق الفوق الله يكبر بك ونجي عندك. الله يحفظك، على انتم ماشي ولادي، على انتم ما كبرتوش معايا، الله يحفظك، الله يجعل الرب عقلتو عقلتو فيا مطيب، الله يرضي عليكم، الله يسهل عليكم وليدي، الله يسهل عليكم والله يرزقوا الذريه الصالحه، وليدات هادو ولاد الزعيم الله يعمرها دار، بوهم حلوه وامهم حلوه، والدراري حلا، البو حلوه والام حلوه، والدراري تبارك الله نقراو حلا، الله يفرشو ويغطيه بالرضا، والله يسهل عليه، والله يرزقوا الذريه الصالحه، والله يجيبهم في الصواب هو وهاد بنت الناس،
ويولدوا وليداتهم ويدقوا وتيداتهم ونفرحوا بهم الى طول الله العمر. انا راه الجيل اللي جاي لقاني قد هك ها ما عقلوا فيا، ولكن ولادهم ان شاء الله تما ملي غيكبروا ويتزادوا ويكبروا غيلقاوني قد هك. مرحبا بكم خوتنا المغاربه، الله يرضى عليك، الله يحفظك. وتحيه لمول العرس بو الزعيم، تحيه لمولات الدار مرت بو الزعيم، نازل الحنيشات عيالات ورجاله، راني عارف راسي ولدكم وخوكم ومنكم وكتعزوني وكتحبوني من قلوبكم، وما كاينش النفاق وما كاينش فيكم الشك. الله يفيض خميرتكم، الله يقوي خيرتكم، الله يسهل عليكم في وليداتكم، لا اللي باقين ولا اللي طيبت لهم الحمد لله وثبت لهم الله الغرس. راه تقريبا انا راه عندي 17 عام دخلت لهذا الدومين، 17 عام، 23 عام في العمر ديالي تفيكسيت فيه، 23 عام. انا مشيت للقنصليه السعوديه خدمت عندي 21 عام، 21 عام خرجت من ارض الوطن، 23 عام جيت فاكونس خرجت عامين، اي من تم لتم. تما هذيك هي دقت دق ليا الوتد تاع البهموت، وراني عارف كايطون فوق السطح، فوق السطح الحمد لله. الدنيا نقيه وكل شيء زين، ومرحبا بكم وخالتكم الفنان وخالتكم بنت خويتي، وراه كيدعوا معاكم من القلب. ها سيتيرنا الدنيا تبارك الله، راه العييده، راه العييده، وها السي محمد بوجنان، وها خريصه، وها ولاد ابو احمد ولسي الحسين، الدراري دريات كلكم العز بكم، هشام وكمال وخوته، هذوك الدراري ثاني ولاد بو خالي علال ونور الدين حتى هما، ناصر اي بوجنان حتى هو يا ولاد الحاج، كلكم مرحبا بكم. كتسلم عليكم بنت خويتي هي ولخالتكم الفنان كيسلموا عليكم، حيت كندوزوا على هذوك الناس، هذه القبيله كامله راني شاده، راه حتى واحد ما يدخل ليها محفظه متيتره، كيجيبوا لها طيابه الصقعات من عندنا على ما كنتش هنا، ولكن كيخلوها اليوم راه صابح كل شيء مسؤول، كانت شي طيابه قالت في الدوار، المهم كل شيء صابح مسؤول. قد عطيتهم الزا، قلت لهم كولوا المساخيط كولوا الزا، كولوا الزا اللي ضررتوا الماكله يكون الزا، ديك الزا ديال الزا لافاني خلطها في الماء وكولها راه كتخرط، المهم يحيد منكم السهله. مرحبا بكم هنا ان شاء الله. شوفوا طيابات دركتك الوقت، مشيتي معطله، عندك كونتيتي كثير، ما كاينش يعني الشرميل بالفروج، بالفروج غياخذ لك واحد تقريبا واحد الساعة ديال الوقت ولا ثلاث ساعة ونص، اللي كيفوق ال 100 عدد. أنا شديت ستفت الدجاج هكاك بيض قديته، دجاج مغسول نقي، جمعت لقامة وخويتها فوق منه وشرملته في الطنجرة، أنني كنقلب في اللحم هنا في طنجرته، راه دخلت لي العطرية، وملي غتبدا يتجالب ويطيب كتدخل وسط العطرية وأنا كنتقب وندير الزيت. هنا أنا كي قلت لكم خسرت لي الطوموبيل في الطريق، قدر الله ما شاء فعل، كتابت حفظنا الله صافي، المهم الحمد لله والشكر لله. احنا خدامين، الله يدينا ويديكم ويكتب علينا وعليكم مكاتب الخير ومكاتب السلامه. هنا كيف ما كتشاهدوا هانتم، هنا كنمرق نص تمريقه، نص تمريقه ماشي تمريقه كامله، نص تمريقه على ود باش يخرج لي اللون. شوف عاد غادي نكمل ليه التمراق، هاهو هنا هانت شوفوا لي شدي بهك الطنجره، نعاود نجي لهاد الجهه هك ولا هزي ودير بالمغرف، ها هي العطريه كتدخل لي من الداخل ومن برا كيخرج اللون ديالو، نفس الطريقه حتى هادي صافي ان شاء الله غنكمل التمراق ونسدو وندير في الفاخر. هنا هانتوما الفرينات الكواغط والزيت، هاو الزيت بحال هك والكاغط صافي، كنشعل كنبني وكنشعل داغيا الفاخر ديال الليمون ناضي، فاخر كاليبتوس زيرو، كيقتل الطباخات ويقتل موالين العرات ويقتل كل شيء بالدخان، هذا ديال الليمون مزيان. هنا بالنسبه للماء طيب هانتوما، واحد الاخت سولتني قالت لي العبدي شحال كدير من ايترو ديال الماء، شوفي اختي انا ما كنحسب ايتروات فاش خدام، حلي عقلك معايا وكملي. الدجاج كنمرقوها، شوفي تمريقته فين كتوصل، كنخلي الظهر عريان غير من الفوق ماشي كله، لان ملي كتبدا تجالب الطنجره كتبدا تجالب، ملي كتبدا تجالب كتقلب عليها الظهر، ها الظهر ما فيهش اللحم، فيه غير ديك الجلده،
والعنق ديما جوج تاع باراس جوج صبعان وكنقطع. شوفوا النيفو هنا غيبدا يتجالب، الا عومتو الدجاج بالما غطيتوه كيتحل، كيتحل لكم من الظهر. لا اعطيه غير قياسه غير بحالو كانت هاك، كيوصل لهاد العظومه ديال الفخاد هادو، هاد العظيمات بحالو طنجره كتجالب والدجاج كيطيب. الا عومتوه حليتو خرجتو عليه صافي، هذا هو النيفو. ما كنحسبش شحال من يطرو، 5 يطرو ولا 3 يطرو ولا 4 يطرو، لا ما كنحسبش. هانت هذا هو النيفو ديالو. هنا راه ما كاينش اللحم، راه هاد الجلده وهاد العظيم الا طاب اكثر من القانون، لان غيطيب هو الاول اللي عومناه. صدر باقي غيهز الطياب هو الفخاد، ولكن هاد الظهر ما كيهزش الطياب. ملي غيفوت فيه الطياب غيتحلك، غيتقسم من هنا الفروج، كيتقسم من هنا من الظهر، كيتقرد، كيتقردش من صدرو، كيتقرد من هنا من الظهر، كيتقسم من النص ولا يتحل. ديما خلو هاد البلاصه طيب غير على الصهد وداك الجالبه اللي كتقلب عليها، وراه اللي معاه راه واخا يكون نادم عارف كيفاش يكون عقلو راه غيفهم. شوفوه شوف الكلام اللي قلت لكم، ملي الطنجره كتبدا تجالب كيتخول مع الظهر، وراه هذا هو، هذوما الاسرار. لا حق عوميه بالماء، الا عومتيه بالماء خرجتيه، او لا غتسلقيه او حد شويه وتهزي. بالنسبه للناس اللي كيقلوا في الزيت راه كيسلقوه ويهزوا الدجاج باش يبقى صين ويكملوا اللي طيابوه في الزيت يحرقوه باش يعطيهم داك اللون. كنتمنى عندي الشرح يكون وافي وكافي بالنسبه للطيابات اللي كتقلو الدجاج. المهم الدجاج ملي هو طيب غادي نعطيك واحد الاسرار. طيبي الزيت، خوي فيه واحد النقطه ديال الخل، عصري فيه واحد العصره ديال الخل، ورمي في الفروج في الزيت غالي بحال غتقلي الفريت. ما تكونش العافيه ناقصه، تكون العافيه مجهده باش كيترمي الفروج كيتهزيه كتحمر فيه غير الجلده. الا خليتي الدجاج في الزيت منقوص كيشرب لك الزيت، كيشرب الزيت. وغنعطيكم سر اخر، طيابات الصقعات اللي كتقلو الدجاج، ملي تحيدي الدجاج من الزيت وتحطيه في طنجره ولا في بانيو غطيه دفيه مزيان كيرجع يرطاب. الا قعدتي حتى خليتيه عريان وقعدت ضربو البرد وبرد لك كحلتيها كيولي قاصح بحال بحال فايت الكاوتشو ليه، كيقصح الدجاج المقلي كيقصح ملي كيبرد كيطرشو البرد. الا غطيتيه كيبقى لك رطب، البناره ما كايناش الا لا صوتي الدغميره، ولكن كيبقى على الاقل رطب. وعاطي النظره، عاطي التحميره ديالته، دافع قاشوشو. تحيه لخوتي المغاربه، حنا كنعطيكم اسرار ربحوا، اللي بغى يربح العام طويل. بالنسبه لي انا قلبي شبع وقنع، انا كنطلب الله السلامه ليا وليكم والعفو من هذه الحرفه. بغيت عنتوب قال واحد، بغيت عنتوب الناس كتوب على الحرام، انا بغيت نتوب على من طيب. الله يجعل البركه، بغيت نخرج ان شاء الله، غادي نخرج برا المغرب، الله يسهل عليا وعليكم. وكنتمنى انني نكون خفيف الظل عليكم، حتى شي واحد الا قلت لي شي كلمه ولا جرحته بشي كلمه ولا شي حاجه، بنات البرتغال وبنات تمن مسمومات مازال باقي زي فيه. كنطلب كنقول المسامحه، انا مسامح لكم دنيا واخره. المهم تنتلاقاو عاد عذرين، يلا مرحبا بكم ان شاء الله.